وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الباحث في القانون الدولي دكتور إسماعيل خلف الله. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، بعد الموقف الأمريكي من الرئيس المنتخب، أوروبا تدخل على الخط وتمهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإعلان موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، كيف تقرؤون الموقف الأوروبي؟ في البداية أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. حقيقة أن الاتحاد الأوروبي كان، أو الدول الأوروبية كان لها موقف، هو أنها أمهلت الرئيس مادورو مهلة أسبوع. وكما هو واضح أن هذه الموقف كان يتبع للموقف الأمريكي، يعني هذا يعني الموقف الأوروبي هو نستطيع أن نضعه ضمن المحور أو القطب الغربي بقيادة أمريكا. الآن نحن أمام صراع قطبي بين قطبين، هو القطب الأمريكي أو القطب الغربي بقيادة أمريكا والقطب الروسي الصيني. فالاتحاد الأوروبي لحد الآن، وهذه المفاجأة التي نعتبرها اليوم مفاجأة، أن اليوم هناك انقسام داخل الصف الأوروبي، وهناك عندما اليوم فشل الأوروبيون في إصدار بيان موحد، خاصة عندما صرحت إيطاليا بعدم يعني سيرها فيما أعلنت عنه باقي الدول الأوروبية بينها فرنسا وإسبانيا وباقي الدول الأوروبية الأخرى. إذن فالمهلة التي أعطتها قدمتها الدول الأوروبية لمادورو يعني مدة أسبوع، كانت أسبوع فاصلة، فكانت أمام المعارضة المعارضة الفنزويلية بقيادة الزعيم أو رئيس البرلمان الفنزويلي، على أساس أن هذه المهلة يراد بها ما هي إلا يعني ضمنيا أنها تقف مع الموقف الأمريكي يعني. ولكن الآن اتضح أن أوروبا منقسمة وليست طيب. على بذكر المواقف الأوروبية الأمريكية، ألا ترون أن هذين الموقفين لدول الاتحاد الأوروبي وللولايات المتحدة الأمريكية التي لطالما تغنوا بأنهم يدعمون الديمقراطية وحرية التعبير في الدول، ألا ترون هذا الموقف أنه تدخل في شؤون فنزويلا الداخلية؟ بطبيعة الحال هذا واضح، هذا تدخل واضح فاضح، وهذا العذر ما هو إلا مبرر غير قانوني، وهو وكله يدخل ضمن منظومة النفاق الغربية. أنا أقولها أن هؤلاء أمريكا ومعهم الدول الأوروبية إذا كانوا حقيقة يريدون الجلب الديمقراطية للشعب الفنزويلي، لماذا لم نلحظ هذا الحماس وهذا الموقف الحاسم لباقي الشعوب؟ نأخذ على سبيل المثال العراق الذي تم تدميره، تم تدمير المنظومة، كل المنظومة العراقية بحجة جلب الديمقراطية للعراق. ما أين هي هذه الديمقراطية؟ أين هي الديمقراطية للشعب السوري الآن الذي تم تهجيره وتدميره وتقتيله وتعذيبه، والآن كل العالم يتفرج أمام هذه الدكتاتورية القائمة الآن، ما زالت قائمة في سوريا. إذن فهذه حجة جلب الديمقراطية ما هي إلا ذريعة، لأنهم يعتبرون أن فنزويلا هي قلعة أخرى من القلاع التي نعم. تصمد في وجه الإمبريالية، وكذلك أنها تتخندق مع روسيا، لأن روسيا اليوم رجعت بقوة، عادت بقوة. دكتور بصفتكم متخصصين في القانون الدولي، كيف تصف السلوك الأمريكي الأوروبي تجاه الرئيس الفنزويلي مادورو؟ والله ما سمعت السؤال، يعني لو تعيد لي سؤالنا. يعني بصفتكم متخصصين في القانون الدولي، كيف تصفون السلوك الأمريكي الأوروبي مع الرئيس الفنزويلي؟ هذا تدخل، يعني هذا تدخل وهذا انقلاب، يعني أمريكا ليست لها يد في الانقلاب، ولكن
هي صاحبة الانقلاب، واللي الملاحظ ان هم حاولوا ان يجروا انقلاب عسكري ولكن لم تنجح هذه العملية، والان ينقلبون على اساس ان هذه المعارضة تمثل الأغلبية ويريدون ان ينقلبوا على هذه على السلطة في فنزويلا. والقضية التي نعتبرها غير قانونية ان هذا زعيم المعارضة الفنزويلية كيف يتم تنصيبه كرئيس، يعني ما هي القاعدة القانونية التي استندت عليها أمريكا وعليها الدول الأوروبية على أساس تنصيب هذا الرجل رئيس بأي صفة قانونية يتم تنصيبه؟ إذا قلنا أن هؤلاء يريدون أن يقولوا أن هذه الانتخابات غير صحيحة، الانتخابات الفنزويلية الأخيرة التي جاء النتائج التي جاءت بمادورو أنها غير صحيحة، فكان من المفروض أن تتم إجراءات قانونية للطعن في هذه القوانين في هذه الانتخابات ويعني الذهاب إلى انتخابات أخرى. بالعكس أنهم نصبوا هؤلاء هذا الزعيم زعيم المعارضة على أساس أنه يعني مؤقتا، ولكن هو أنا في اعتقادي أنه يمثل التيار اليميني وهم يريدون أن يمسحوا كل ما يعني هذه الذي ما زال يمثل المنظومة الاتحاد السوفيتي سابقا في فنزويلا وفي باقي الدول الأمريكية ومن بينهم فنزويلا. طيب. يريدون أن تكون هناك التيار اليميني هو الحاكم، هو المسيطر على فنزويلا وعلى مقاليد الأمور هناك، لكن الاتحاد الأوروبي أعطى مهلة إلى نيكولاس مادورو، الأخير رفض هذه المهلة وحذر من حدوث حرب أهلية في فنزويلا. برأيكم هل هذا هو ما ترمي إليه أمريكا، وما الذي ستجنيه من إشعال حرب أهلية في فنزويلا؟ أنا لا أعتقد أنها أمريكا ستستطيع أن يعني تشعل هذه الحرب، لأن هذه هي تعلم أن تداعيات هذه الحرب وأن القوات الروسية الآن موجودة هناك، وأن هناك قوات حتى قوات إيرانية موجودة، فالقضية هي تسير في هذا الخط، في هذا الخط يعني قضية تسليح المعارضة وقضية النفخ في الشارع الفنزويلي على أساس الغليان الشعبي من جراء الأزمة الاجتماعية. وإذا لا قدر الله تكون هناك حرب أهلية ويتم تسليح المعارضة من خلالها، ولكن أنا لا أعتقد أن أمريكا في من مصلحتها أنها لأن القوات يعني وأن القوات الروسية الآن موجودة هناك، حتى نكون صراحة روسيا لن تسكت والصين لن تسكت وإيران وتركيا، فالكل هذه الدول ستقف وستكون هناك انعكاسات خطيرة، فبالتالي فهم ممكن يفاوضون ويناورون من أجل تغيير الحكم، ولكن لا بدون الذهاب إلى هذه الحرب، لأن هذه انعكاساتها ستكون وخيمة على أمريكا بالأخص. نعم، الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله كنت معنا من باريس عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.